عندنا احد المشايخ في السودان من انصار السنه، ابن الشيخ السودان، جاء اليه رئيس السودان، البريسيدنت في السودان، قال هذا رقمي الخاص وانت والدنا. اسديت اسمي بريفي نمبر يا بنت ماين زوم ات اندر بورد بتفلك. اي شيء تريد مني اتصل عليه على هذا رقمي الخاص. الله سبحانه فيلت بل ما بيت نمبر اسمي بريفي نمبر. قال انا لا احتاج الرقم. لماذا سيت خميك يا بنت نمبر نيت نوبه. قال لي ماذا؟ تفرم. انا اخدمك لوجه الله. سيت ايك ايك فيرك فوريا وجوت فوريا وكيفي ومفلك الله. قال انت تموت. سيت يا كومت اوفر ليبر. تنام. يسلاب. قد اتصل عليك يرد علي السكرتير او كذا. كان زندتك يا بيلمر سكرتير اسمي او انظر. في اي قل في اي وقت من الاوقات احتاج شيء، ماذا اصنع؟ كان زندتك ان فيلكرخ مومنت اتس نو ذا خيب. وات مود يقدر ندون؟ اتوضا واضع السجاده واصلي وادعو الله سبحانه وتعالى. عزيزي اختك ما اكرينخ مزيلف انك خبيته انك فراق الله عز وجل. كيف اترك الغني سبحانه وتعالى واتي للفقراء؟ وكان يقدر رايك لاطه ان ما فيند تود ارما بس بهوفتك الله يزد رايك فايز بهوفتك. الان لو لدينا هنا جيفه، تعرف الجيفه؟ يعني كلب او شاه ماتت ثم عفنت ووضعت في الارض كدافر تصور فور تصور ليخر. ها في احد يعبد جيفه؟ زي ما تطلع من بيت يوجد يوجد لا. يوجد دي بستان يا دي زاد من يعبد الاموات الاموات جيف المنسى دي انه خرافه الاخر يقول عن بيته والله يوجد بعض القبور هي في الاصل قبور اكرمكم الله لكلاب وحمير قاعد صوت منسى زني دي بتنسى الخرافه دي اخلك فور ايزوس زين ان فور هوند وتعبد من دون الله انت وتناس الله عز وجل تطلب خبت سورت خنومه والله اعلم.